يلا عدل اذا مجتمعك جهل كوني نبدا بدش عيب بتودي خطا بس عيب بتضل خطا من جاي انا محرر بس البيت من قبلي بدل صوته هي واضح بس يا ريت اسمع له صدى بين المجتمع اللي بيقمع وبيظلم ناس من تمييز للذكر والانثى اللي بتنداس على الظلم الاقطاعي وعركي على الفاس بين الم النسيان وجرح اللي بالكاس على صوته من الشهيد واخ من الاحساس انا انسان بسيط بس بكلامي قناص رسم راسي فكره هي فكره انسانيه كلماتي بسيطه والموسيقى هي هي هيب هوب بس انك عربية لازم نبدا نقدم نطور نحول نعدل مستوانا نعيش نفكر نغير نسير الحياة على على هوانا لازم نبدا نقدم نطور نحول نعدل مستوانا نعيش نفكر نغير نسير الحياة على على هوانا شوف هاي الحياة ما في اي مساواة ولا عمرك بحياتك فكر تحكي لا لما تشوف المسكين لما تشوف المتيتم لما تشوف الفقير لما تشوف المتكسر لما تشوف اللي بعيد لما تشوف المتطور كله بده تغيير بس المشكلة انه اسير هاي التغيير بيجي من القلب ياه بس للأسف هادي حياتنا حياة كلها فضة ما حدا بده تغيير نفوسي مخمر مبدأ اي تحضير للنجاح والتطور او حتى الاستخار في الافكار والاراء واخذ القرار شوف الدنيا ماشي كيف للأسف بدي احكيها ماشي عن بخشيش والرشاوة اللي كلها ملعوبة تحت الطاولة لدرجة انه ممكن زبطه بس بسيجارة لازم نبدا نقدم نطور نحول نعدل مستوانا نعيش نفكر نغير نسير الحياة على على هوانا يا اسأل هالسؤال عمرنا رح نتغير نتطور نتحضر نرتقي للأحسن عشان نوصل لهدفنا لازم يكون أساس صحيح رح نتحدى رح نتعذب باللسان الفصيح طيب شوف لي هاي المشكلة أعطيني لها تفسير ليش الناس ما بدهم أي ذرة تغيير الناس بدها تغيير عشان تقرير المصير عشان توعي عشان تصحي هالعالم الضرير مخك الأساس وعامل الحياة طعم فكر بإحساس أو العالم رح ينهدم إنا بس مستقبل واحد طرينا هي طريقك حياتنا بدون تغيير صاحبنا هو الخلل برجع بغني لأنه أنا عندي أمل أفسر أحلل أغير هذا الملل الملل صار مرض ومجتمعنا هو انفرض بسمع التغيير زي الديناصور رح ينقرض لازم نبدأ